هي مهنة المحاماة من أشرف المهن اللي على مر التاريخ من زمان، حتى كانت مهنة النبلاء يعني، ولذلك حتى روب المحاماة ملوش جيوب، لأنه اللي بيؤدي عمل المحاماة بيدافع عن الضعيف أو صاحب الحق اللي مش قادر يوصل له، وهي دي سمو مهنة المحاماة. والمفروض أنه اللي بيمتهن مهنة المحاماة لازم يلتزم بمبادئها وأصولها تماما، الأمانة قبل كل شيء، والسمعة الطيبة قبل كل شيء، والحرص على مصلحة الموكل في كل شيء، مش المسألة مادية، المسألة معنوية. لازم يبقى المحامي ملتزم، وأساس سمعة المحامي ثقة الناس فيه. يعني من السهل جدا انك انت تكسب ثقة الناس، لكن الأصعب انك تحافظ عليه، ازاي تبقى أمين على مصالح الناس، ازاي ما يتقالش عنك كلام مش حلو، لأن وهي دي مهنة المحاماة. المفروض ان احنا نلتزم جميعا بهذه الأصول وهذه الأدبيات. أهمية هذا اللقاء انهم يشوفوا وفاء المهنة لشيوخ المهنة، الناس اللي أفنوا عمرهم في مهنة المحاماة، عشان يتمثلوا بالمبادئ الصح والعلاقة الطيبة اللي بين المحامين كأسرة واحدة مع بعض، يتعلموا المبادئ ويمشوا على هذه المبادئ إلى أن يصلوا إلى الدرجة العليا. هو يعني للحقيقة والتاريخ يعني الأستاذ سامح عاشور تتلمذ على إيد نقباء عظماء وسار على نفس المنهج، يعني من ضمن فطاحل المحامين وفطاحل النقباء المحامين المرحوم أحمد الخواج، تتلمذ على إيديه أجيال في العلاقة بين المحامين وبعض وسمو المهنة ورفع شأنها وأداء الخدمات وتنقية الجداول. يعني كان في مهنة زمان كان اللي الموظف اللي يطلع مرتشي أو يعني بأي تهمة وهو حاصل على صنص الحقوق يقيد في نقابة المحامين، لدرجة أننا مرة كان جمعني لقاء كان النقيب أحمد الخواج الله يرحمه، لما كان يجي كان يطمئن لقيادتي أنا في العربية، لأنه كان بيخاف يركب عربيات مع حد، فتجمعني به لما يكون رايح جنا رايح إسنا رايح. فقلت له يا ريت يعني يبقى في ضوابط لقيود ازاي الانسان يبقى محامي او يصلح ان يكون عضو في نقابه المحامين. قضاه كانوا بيجوا عندنا، واحد القاضي داخل وحاطط طبنجه في جنبه لانه كان ضابط شرط، يعني مع 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 جزيل الاحترام لكل الناس. تنقيه الجداول واللي بيحصل في التطور في النقابه استمرار لمنهج تعلمه الاستاذ سامح وماشي فيه، وصمد لحروب كثيرة جدا وحروب بحروب معاربات شديدة، لكن نجح في كل حاجة عمل، في تنقية الجداول، في النهوض بمهنة المحاماة، والحفاظ على كرامة المحامين، وصدور قانون للمحاماة جديد يضمن سلامة وضمانات كاملة للي بيمتهن مهنة المحاماة. يعني في تطور شديد، في خطوات للأمام حلوة خالص، وربنا يوفق الجميع إن شاء الله.